كويس. وبعدين لما نشوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في واحد قاعد معاه بدوها من اصدقائه وجلساء عمر بن الخطاب، وفي الاخر غاب عنه اسبوع اسبوعين، فافتقدوا سيدنا عمر فقعد يسال عنه راحوا فين. فاللي حواليه: يا امير المؤمنين انت ما تعرفش، ده عاصي وشارب للخمر ومجرم ومش عارف ومرتكب لكبير. وده اللي هو قضيه الحكم على الناس اللي احنا بقى بنبدا نتدخل في يا اخي، يقول لعل الله ان يهديه، لعل الله ان يتوب عليه، ربنا يغفر له ويصلح حاله. ما تقولش حاله. حاجه واسكت، او يعني اسكت. اسكت. اسكت خالص. صحيح. فسيدنا عمر الخطاب زعل منه فحب يعلمهم، بس يعلمهم بايه؟ فقال معلمهم اللي هو التطبيق، بس التطبيق عملي. قال: طب هاتوا لي ورقه وقلم، وكتب كده من عبد الله عمر بن الخطاب الى فلان، وما قالش من امير المؤمنين، كانه عشان ما يبقاش ده امر. اني احمد الله اليك الذي لا اله الا هو، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. غافر، سوره غافر. والسلام. بس فالرساله جت للراجل، فالراجل قاعد يمسك الرساله ويقلب فيها، هو عاوز يقول لي ايه؟ يعني هو عمر بن الخطاب عاوز يقول لي ايه؟ فقعد عمال يقلب في الرساله كده مش فاهم حاجه، لغايه لما يعني سبحان الله افهمه الله عز وجل، وبعدين قال ايه؟ اعلمني ان لي ربا يغفر الذنب ان تبت اليه، وبعدين حذرني من عقاب الله ان لم اعد الى الله عز وجل. فبيقول بقى: اشهدك يا ربي اني قد تبت وانبت. وبعدين تاب وحسنت توبته ورجع لسيدنا مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف سيدنا عمر رعى مشاعر الراجل ده حتى هو عامل المعصيه، لكن قال للناس اللي حواليه ايه؟ قال لهم هكذا: اذا رايتم اخاكم قد زل زله فقوموه هكذا ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. في صمت خالص، في صمت خالص. وده بياخدنا لنقطه مهمه جدا، الناس اللي بتعمل ممكن تعمل حاجه غلط واحنا على السوشيال ميديا قاعدين نقطع فيهم ونسبهم ونشتمهم ونعمل مش عارف كذا، وممكن يكونوا الناس دي اعتذرت حتى، يقول لك يا اخي انا تبت والله انا اعتذرت، فمع ذلك احنا قاعدين نقطع في وكاننا احنا حماة الحمى والمدافعين عن كل واحد فينا ربنا اللي يعلم بيه. وخاصة لما واحد مثلا ممكن يعني يتكلم دون علم، فللاسف الشديد بنلاقي كده ناس كتيره جدا تبدا على السوشيال ميديا تحكم على الاخرين، ده الفاسق، ده المبتدع، ده مش عارف الضلالي، ده كذا ده كذا ده كذا. انت على فكره لا تكون عونا للشيطان عليه، يعني انت ممكن تكون سبب من الاسباب ان هو بيزيغ فيهلك. فنخلي بالنا من المساله دي، مش من الادب الانساني ابدا انك انت تتهجم على الناس، وما بالك بقى لو كان التهجم ده كله كمان ملوش اصل. صحيح. يعني ملوش اصل، يعني حتى لو له يعني القضيه، حتى لو اخطا. لا دلوقتي احنا بنعاني من فكره انه في حاجات ملهاش اصل، وحاجات كتير، ناس زي الفل، حاجات كتير، وتلاقي ناس بتديها بتديها بتديها. ده كتله في المجتمع. صحيح. زائد الكتله الثانيه اللي هي قبح القول، يعني القول اللي شكله يعني ماشي، انت خسيت كده ليه؟ انت تخنت كده ليه؟ انت مالك كبرت كده ليه؟ انت وحشيت كده ليه؟ انت عملت إيه؟ الكلام ده كلام جارح جدا. تدخل في خصوصيات الاخرين على اساس انه كلام عادي. فانا عايز حضرتك تقول للناس اللي بتقول الكلام ده انه الكلام ده مش عادي. هو مش عادي فعلا، يعني هو شوف حضرتك لما نيجي ننظر مثلا الى النبي عليه الصلاه والسلام، مثلا لما نقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام ونشوف النبي كان كيف كان يعلم الصحابة، يعني إزاي يحترم كل واحد يحترم الآخر ولا يتدخل حتى في خصوصيات الآخرين. ومن هنا بدأ الصحابة يعلموا مثلا واحد زي الحسن البصري رضي الله عنه، كان يقول كده، يقعد يقول يأنب نفسه اللي هو النفس اللوامة بقى، فيقول إيه لما واحد يقول هو بيتكلم مع نفسه كده، يقول فلان ده لابس ليه كده، فيبدأ يؤنب نفسه ويقول لها: طب وانت مالك؟ يعني تتدخلي في حاجه مالكيش فيها. صحيح. فيبدا يعاقب نفسه، يعاقب نفسه ويقول: لله علي ان اصوم كذا وكذا من الايام. ده عقابا، يؤدب نفسه، هو بيبدا يؤدب نفسه، يؤدب نفسه، واخد بال حضرتك. ولذلك كان بعض السلف يحط كده حصى في بقه كده ليه؟ عشان ما يقعدش يتكلم. وكان سيدنا ابو بكر لما دخل عليه سيدنا عمر اول ما تولى الخلافه، لقى سيدنا ابو بكر بيبكي وماسك لسانه بيبكي، فقال عمر: ما لك ابا بكر؟ قال: والله هذا الذي اوردني الموارد، هو ده اللي وداني في دهشه. سيدنا ابو بكر، ابو بكر يعني بيقول ده اللي وداني، ده اللي هو اللي يعني الفل نفسه. يعني بيقول هذا هو الذي اوردني الايه؟ هذا هو الذي اوردني الموارد. وكان احد الصالحين بيقول لفلان: شوف، عارف فلان؟ قال له: ما قال؟ دخل على امراه فقال: حلال طيب ان شاء الله.
يعني يقول له ده واحد راح دخل بيت واحده فقال له ان شاء الله حلال يعني قال له الحمد لله يبقى كان اتجوزها ولا حاجه قال له لا 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 ده دخل معه اخر لا 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 فقال ابلغ أبا يعني ان تقول او ان تظن في اخيك هذا الظن قم ولا تجلس الى مجلسي مره ثانيه خلاص مالكش قاعده هنا مالكش قاعده معايا هنا تنش انت الاول قلت ده يمكن يكون جوزها فهو حتى انت قلت لا معاه واحد تاني يبقى انت كده اصبت الست اصابه بالغه ولذلك كان سيدنا علي يقول لا تظن من كلمه خرجت من اخيك الا خيرا اي كلمه واحد يتكلمها يعني حاول اللي انت تحملها على محمل الخير ما تحملهاش الاول على محمل الايه على محمل الشر فهو اول ما قال له ده فلان دخل على واحد قال له ده ان شاء الله يبقى اتجوزها الف مبروك وربنا يتمم بخير قال له لا ده واحد تاني وعاوز يقول له يعني ده في قضيه زنا او حاجه فقال له يعني سبحان الله اتظن بهذا يعني هذا الظن باخيك المسلم يعني وكان واحد اسمه سفيان بن حسين بيقول انا كنت عند واحد اسمه اياس بن معاويه اياس بن معاويه ده كان قاضي كبير جدا مين اسمه اياس بن معاويه اياس القاضي اياس بن معاويه حتى قاضي اياس حتى كان احنا عندنا مسلسل قديم اسمه طبعا القضاء في الاسلام القضاء في الاسلام وكان فيه اللي هو مسلسل عظيم 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 اسمه قضاء عظماء حاجه زي كده مسلسل قضاء عظماء والقضاء في الاسلام كان حاجه جميله جدا في حلقه كده عن اياس بن معاويه فبيقول انا قعدت عند اياس بن معاويه وفي واحد قاعد عند اياس فبيقول انا خايف ان انا اقوم الاول شوف هم وصلوا للدرجه دي اللي بيقول انا خايف اقوم ان فلان ده يتكلم عليا بعد ما اقوم فبيقول ده حاجه مع الشيشه يعني اتفضل فبيقول قعدت لغايه لما فلان قام خلاص الحمد لله انا دلوقتي ضامن ان هو مش هيتكلم عليا هو قام مشي يعني فبيقول فذكرت ذلك لاياس سفيان بن حسين بيقول ذكرت ذلك لاياس قال له قول لي تاني بتقول ايه قال له والله انا كنت خايف ان انا اقوم الاول ففلان ده يتكلم في حقش فقال له سبحان الله اغزوت الديلم قال له لا اغزوت الهند قال له لا اغزوت السند قال له لا اغزوت الترك قال لا قال سبحان الله سلم منك الهند والسند والترك ولم يسلم منك اخوك هذا قم والله لن تعود الى مجلسي هو سابه يعتبر سابه كده وعلى فكره هو ساب الراجل صاحب المجلس نفسه شوف هم ولذلك يعني حتى احترام المشاعر دي حتى في غيبتهم يعني حتى في غيبتهم